أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون في تغطية الحرب وفي آخر تطورات اندلاع مواجهات بين شبان وقوات إسرائيلية في قرية دير شرف شمال غرب نابلس في ظل مقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة. أما على جبهة الجنوبية، أنباء تقول إن إسرائيل استهدفت قوافل الجرحى أمام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، فضلا عن استهداف المشفى الإندونيسي ومستشفى القدس، وعدد القتلى الكلي يتجاوز 9000 قتيل. وفي الساعة الأخيرة، كتائب القسام تقصف مستوطنة أو بلدة ديروت برشقة صاروخية، ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إن مسيرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن. حول كل هذه التطورات أبدأ مع مراسل آي 24 نيوز فراس حسن المتواجد في رام الله. فراس، يعني قبل نصف ساعة تقريبا وردت أنباء عن اشتباكات في قرية دير شرف، لتضعنا في أهم التفاصيل. قبل قليل اشتباك مسلح بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على الشارع الالتفافي في قرية زواتا غرب مدينة نابلس، تخلله أيضا إلقاء قنابل محلية الصنع والتي يسميها الفلسطينيون والتي تعرف أسير بالأكواع. هناك حالة من الاستنفار الأمني للقوات الإسرائيلية في المنطقة، في منطقة دير شرف كما أشرت أيضا اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي. وأذكر هنا أسيل إلى أن القرية تعرضت أيضا أمس إلى هجمات من قبل المستوطنين، قاموا بإحراق عدد من المركبات والمنشآت الفلسطينية على مدخل القرية، وعلى إثر ذلك أيضا اندلعت مواجهات أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والأعير المطاطية وأيضا بالغاز المسيل للدموع. أيضا هناك مواجهات اندلعت في قرية فقوعة شمال غرب مدينة جنين. في أنحاء الضفة الأخرى أيضا خفت قليلا لهيب المواجهات اليوم التي عمت معظم أنحاء الضفة على مدار الليلة وساعات النهار، وخلفت 9 وفيات وعشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وأيضا 3 جنود إسرائيليين مصابين وصفت بعض الإصابات بالإصابات الخطيرة. أيضا المسيرات المناهضة للحرب في قطاع غزة أسيل والمتضامنة مع السكان هناك عمت معظم أنحاء الضفة الغربية، وتحولت في عدد من مناطق الضفة إلى مواجهات خلفت عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين. التوترات صراحة ما زالت قائمة، والتجديدات العسكرية الإسرائيلية تهيمن على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، وأيضا عمليات التفتيش والبحث عن منفذ هجوم بيت ليد قرب مدينة تلكرم التي قتل فيها جندي إسرائيلي ما زالت مستمرة. وعين أيضا أشير إلى أن منفذ الهجوم المسلح اليوم في غرب الأردن الذي استهدف قوة إسرائيلية على حاجز تيسير توفي أيضا متأثرا بإصابته برصاص القوة قبل تنفيذ الهجوم، إلا أن السلطات الإسرائيلية احتجزت جثمانه، وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين أسير الذين ارتقوا الليلة الماضية واليوم خلال المواجهات إلى 11 فلسطينيا. هذه هي صورة الوضع حتى الآن في الضفة الغربية، لكن الأوضاع مرشحة للتصعيد في ظل استمرار المواجهات على بعض نقاط التماس. لكن دعينا ننوه أيضا إلى أن التجديدات الإسرائيلية كما قلنا ما زالت على حالها في محيط منطقة طول كرم، وما زالت عمليات البحث عن منفذ الهجوم الذي قتل فيه جندي إسرائيلي قرب قرية بيت ليد بمنطقة طول كرم ما زال قائما، والتجديدات على معظم الطرق الالتفافية خصوصا الواصلة بين مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها موجودة، لربما وخوفا من أيضا تصعيد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، مما يؤدي إلى ربما تدهور في الأوضاع في الضفة الغربية واشتعالها أكثر مما هي مشتعلة. أسيب،
نعم فراس، شكرا لك حتى اللحظة على كل هذه المعلومات، سنكون معك بطبيعة الحال حال كان هناك المزيد من التطورات. أنتقل إلى إسراء الزير، مراسلة I24 نيوز المتواجدة قرب الحدود مع لبنان. إسراء، هل من جديد لديك في الساعة الأخيرة؟ إذن كنا نقول في الساعة الأخيرة أن الهدوء هو سيد الموقف في الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلا أن حزب الله باشر في التصعيد، تحدث أنه تم استهداف قوة عسكرية إسرائيلية متاخمة للحدود مع الجنوب اللبناني. رد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف خلية لحزب الله معدة لإطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ونتحدث أنه قبيل العد العكسي للخطاب الأمين العام لحزب الله، لقد أعلن حزب الله استهداف موقع للجيش الإسرائيلي عند منطقة ميتات قبالة بلدة رميش في الجنوب اللبناني. إلا أن الهدوء إلى الآن سيد الموقف، لم نسمع في الساعات القليلة الماضية منذ ساعات الصباح الأولى صافرات الإنذار التي دوت يوم أمس في الجليل، نتحدث عن كريات شموني صفد عرب العرامشي. إذن الهدوء هو سيد الموقف، إلا أن في اللحظات الأخيرة كان هنالك شد وجذب قصف قليل نحو الجنوب اللبناني وقصف خلية عسكرية ربما لحزب الله يقابلها قصف لبناني لبعض المواقع الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية. وهذا يعيدنا إلى خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي وتتطور الوضع العسكري والأمني في الجبهة الشمالية بتطور الوضع الأمني الموجود في غزة. هل هنالك رد لبناني منتظر لاستهداف الإسرائيليين المشافي في القطاع الغزي؟ هذا هو السؤال المسيطر في الجبهة الشمالية. نحن الآن في حالة ترقب لأي رد لبناني على كافة المستجدات في الجبهة الجنوبية في قطاع غزة عند الشمال حيث يحتدم الصراع هناك. إلا أنه يوم أمس لقد استخدم حزب الله سلاح المسيرات لأول مرة، نتحدث أن هنالك يوم أمس مسيرتين استهدفتين موقعين للجيش الإسرائيلي متاخم للحدود مع لبنان. إذن هنالك تطور في نوع أداء المعركة في الجبهة الشمالية، ونتحدث أنه منذ بدء طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظات ما يحاول حزب الله فعله هو القضاء على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي. وهنالك من يقرأ هذا المشهد ويقول أن حزب الله استطاع القضاء عليه بنسبة 70%، وذلك يتجلى بمحاولة حاولت حزب الله القضاء وربما قصف واستهداف أجهزة الرصد والمراقبة الإسرائيلية المتاخمة على الحدود بين كل من لبنان وإسرائيل. بالنسبة للجو الميداني ربما في الجبهة الشمالية هنالك هدوء نسبي تشهده هذه المنطقة، إلا أن أغلب البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان هي خالية عن عروشها. لقد قام الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية بإسرائيل بإخلاء هذه المنطقة إلى مناطق متعددة داخل الوسط الإسرائيلي، وكذلك الأمر هذا يماثل الوضع في الجنوب اللبناني حيث قام حزب الله منذ بداية طوفان الأقصى بإخلاء كافة المناطق المتاخمة للحدود مع إسرائيل. هذا لم ينفي وجود سقوط وقتلى في صفوف حزب الله منذ بداية طوفان الأقصى، نتحدث أنه يوم أمس لقد ارتقى إلى بارئه ما يزيد عن 4 من عناصر حزب الله، ليزيد معدل من ارتقوا إلى ربهم وخسائر حزب الله في الصفوف البشرية عن 54، و 54 طبعا عنصر قضوا إلى ربهم. وهذا يعيدنا إلى تصريحات جالانت السابقة في الأسابيع الماضية أن إسرائيل تكبد حزب الله الخسائر، إلا أن الخط الأحمر الجديد الذي أعلن عنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب اليوم كان واضحا جدا أن حزب الله يقف صفا بصف في حماس في هذه المعركة، وأن حزب الله لن يسمح لحماس بأن تهزم بهذه المعركة، مؤكدا أنه لم يكن هنالك معرفة مطلقة لحزب الله بما جرى في 7 من أكتوبر وأنها فلسطينية بالمئة. شكرا لك إسراء الزير على كل هذه المعلومات الكثيرة والمهمة، حدثني من شمال إسرائيل، شكرا لك مجددا. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد أمير أورن، خبير في الشؤون الأمنية والسياسية، مرحبا بك معنا سيد أمير. يعني بداية، ما هو تقييمك لاستمرار هذه المعركة والعملية خاصة في ظل إعطاء الضوء الأخضر يمكن أن نقول من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل باستمرار الحرب على قطاع غزة؟ لو بديوك اور يروك، ليس بالضبط ضوءا اخضرا ولكن ربما كان الضوء اصفر باتجاه الاحمر. اليوم كان هناك محورين، محور بلينكن ومحور نصر الله. لنبدا من نصر الله على اثر ما سمعناه الان. نصر الله يقول لحماس لم تشركوني ولا ايران بالمشاورات قبل العملية، وأفهم ذلك. أردتم أن تحافظوا على السرية، هذا قراركم.
فلسطين. هذه عملية فلسطينية 100%. لا تنتمي إلى محور المقاومة لا لإيران ولا حزب الله. أنتم وضعتم الإمكانية القواعد والحقائق وأنتم وأنا من قلت أن هذه خيوط العنكبوت وأنتم استطعتم أن تفاجئوا جيش الدفاع ولكن هذا لا يلزمنا. يقول لهم تذكروا عمليا تذكروا أين أنا بعد 17 سنة بعد يونيو 2006 وقال حينها أنه ندم. وكيف يساعد؟ يساعد بهذه التحركات على الحدود كما سمعنا في التقرير. هناك خطوط لا يتخطونها، لا يضربون في الأعماق، لا يوجد اغتيالات. إسرائيل لم تحاول أن تقتل العروري الموجود في لبنان لأنها تعرف بأن هذا سيجلب الصواريخ للعمق الإسرائيلي. ولكن عدا أن نصر الله يبقي نصف الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية إلا أنه مردوع لأن الأمريكان قالوا له انتبه وإسرائيل أيضا قالت أن السلاح الجو جاهز الطيارين مستعدين للانقضاض. يعني نصر الله يقول لحماس لا ننوي التدخل أكثر من هذا. ربما هذا تضليلا، ربما ما سيفاجئنا ويفعلها، ولكن خطه الرسمي أننا نفعل الكثير ولكن ليس أكثر من ذلك. الآن جاء بلينكين وقال لإسرائيل عدة أشياء. أولا فكروا بالنهاية، النهاية السياسية. الحرب لا تنتهي بأن تصل دبابة إلى مكان ما وقتل شخصا ما. ما هي الرؤية؟ كيف سينتهي الأمر؟ سينتهي بدولة فلسطينية، سينتهي بأن تكون في الضفة، يجب أن تتصرفوا في الضفة بشكل جيد. وإذا المستوطنين هجموا على الفلسطينيين فأتوقع منكم أنتم الحكومة، حكومة سمتريتش وبن غفير، سوف تعرفون كيف تتصرفوا. الآن بالموضوع المطروح بالنسبة للموضوع الإنساني، هناك تعارض معين بين الرغبة في إدخال المساعدات للمواطنين في غزة بما في ذلك الوقود الذي تستخدمه حماس، وبين الرغبة في تحرير الرهائن. وهذه المعضلة وهذا التعارض يفهمه بلينكين أيضا، لأن هناك الكثير يعني من التصريحات المتضاربة في هذا الشأن والكثير من المطالب خاصة من الشارع الإسرائيلي وأهالي المختطفين بطبيعة الحال. ولكن قبل هذا أنت تحدثت عن ما بعد الحرب وما بعد هذه المعركة، وأيضا الإدارة الأمريكية يبدو أنها قلقة من هذا الشأن. هل هناك فعلا أي مخطط إسرائيلي واضح إلى ما سيكون بعد هذه المعركة؟ لأنها تقول بشكل واضح نريد القضاء على حماس. حسنا، في حال نجحت بإنجاز هذا الأمر، ما التخطيط لقطاع غزة وسكان قطاع غزة ولكل هذه المنطقة ما بعد الحرب؟ أنا لا רוצה לאכזב אותך. لا أريد أن أخيب ظنك، ولكن في إسرائيل لا يوجد أي خطة ولا شيء، وإذا كانت هناك خطة فإنها لا تعمل. إذن أن نقول أنه في 6 أكتوبر كانوا يعرفون ما الذي سيحصل في 7 أكتوبر، أن نقول أنهم مع ذلك يعرفون الآن ما هي الخطة، لا، لديهم خطة ما الذي يجب أن لا يفعلوه. بلينكين قال من ناحية السلطة يريد أن لا يكون حماس مسيطرا ولن تكون إسرائيل أيضا. ما الذي سيحصل في الفترة ما بين لبين سلام فياض مثلا كان لل 2013 والأمريكان جبروا عرفات على أن يعينه، وهو أعلن عن خطة لإدخال حماس إلى هناك ليس واضحا لأن حماس لا يعترف بالسلطة ولا بأوسلو ولا بإسرائيل. ومع الوقت ستكون مرحلة انتقالية وستتحول السلطة إلى دولة وستصل لتحكم غزة، ولا واحد يعرف قوة دولية كيف أي دولة سترسل جنودها عندما حين يكون هناك في غزة إرهاب إذا لم تكن حماس، ربما الجهاد، ربما لا نعرف من داعش. لذلك هذا الأمر غير واضح. الواضح أن إسرائيل لا تريد احتلال غزة
القطاع ولا تريد حكم عسكري هناك. وبلينكين يقول لنتنياهو خذ بالاعتبار أن كل هذا الأمر سينتهي بدولة فلسطينية. نتنياهو لا يريد ذلك ولا يمكنه أن يمرر هذا الأمر في حكومة بن غفير وسموتريتش والمتطرفين. لذلك فرسالة بايدن وبلينكين للعالم العربي وخاصة الفلسطينيين حاليا تعانون ولكن في النهاية سيكون خيرا. دعني أنتقل إلى المختص في الشؤون الفلسطينية سهيل ناصر من قطاع غزة. سهيل مرحبا بك معنا. بداية هناك الكثير من الأنباء ترد الآن من 3 مستشفيات في قطاع غزة يتم استهدافها، حدثنا عن التفاصيل في الساعة الأخيرة. يعني أولا الاستهداف الذي جرى في على بوابة مستشفى الشفاء أثناء تنقل أو نقل الجرحى للتوجه للعلاج في جمهورية مصر العربية تم استهداف هذه القافلة أو قافلة الإسعافات، وبالتالي تم استشهاد 15 شهيدا واستهدافهم. هناك حالات حرجة، لا يوجد في المقابل سنتي واحد في مجمع الشفاء الطبي إلا يوجد به نازح، حرفيا لا يوجد سنتيمتر واحد إلا يوجد به حرفيا إلا يوجد به نازح عفوا. إضافة إلى ذلك هناك استهداف في محيط مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة بالتزامن مع التقدم الآليات الإسرائيلية أيضا من الشمال نحو أيضا بيت حنون وبيت لاهيا وجباليا، والتغول الإسرائيلي بها والاشتباك واشتباكات مستمرة حتى اللحظة. ولكن الاستهداف الذي جرى في محيط المستشفى الأندونيسي سقط أو انهار سقف أو أحد الأجزاء من مستشفى الأندونيسي على النازحين المتواجدين هناك. على أي حال يعني واضح بأن في ظل زيارة بلينكين تأتي استهداف المستشفيات، الذي تحدث بلينكين بأنه هناك يحاول بشكل أو بآخر مع الحكومة الإسرائيلية أن يؤمن أو عدم استهداف أو تقليل من استهداف المدنيين في قطاع غزة. ولكن من ناحية أخرى الاشتباكات مستمرة في شمال قطاع غزة وفي محاور شمال غرب غزة وشمال شرق أيضا غزة، هذه الاشتباكات المستمرة حتى اللحظة. هناك اشتباكات من مسافة صفر، هناك واضح وتسمع على العيان بأن الاشتباكات مستمرة على في كل دقيقة، يعني منذ اللحظة الأولى التي تغول بها الجيش الإسرائيلي إلى تلك المناطق الاشتباكات مستمرة من المقاومين. هناك صعوبة واضح بيواجهها الاحتلال الإسرائيلي من كيف يخرج المقاومين من لم يعدون. ولكن هناك خيبة أمل إن صح التعبير بعد خطاب حسن نصر الله وحديثه بأن هذا الأمر وقرارا فلسطينيا واضحا. الشارع الغزي كان ينتظر أن يكون هناك ربما خطوة إلى الأمام من قبل حزب الله، ولكن للأسف واضح بأن هذا الأمر سيبقى فلسطينيا. وبالتالي ما يعنيه حسن نصر الله بأن على الفلسطينيين الآن أن يفكروا جيدا بإدارة هذه المرحلة أو ربما أن يكتفوا بهذا الحد والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وبشأن المختطفين. وبالتالي طب سهيل يعني حول هذا الشأن أنت تقول كما أشرت أن هناك خيبة أمل في قطاع غزة من خطاب حسن نصر الله الذي قال بشكل واضح أن المعركة هي فلسطينية 100%. بالمقابل هو قال طبعا أن حزب الله لن يترك حماس تنهار أو تتفكك كما تريد إسرائيل. هناك تناقض بعض الشيء في هذه التصريحات. إذن ما التوقع للمرحلة المقبلة في حال فعلا تركت حركة حماس وحدها كي تواجه هذه الحرب على قطاع غزة من قبل إسرائيل؟ تستمر بوتيرة التصعيد الحالية، لن يزيد أكثر من ذلك، وهو لن يترك حماس ربما سياسيا، هذا ما يقصده. ولكن التدخل العسكري كان هناك تحذيرات واضحة وتهديدات واضحة من قبل أطراف معنية ونقلتها إلى حزب الله بأن الأمور ستنتقل إلى سيكون في بيروت غزة أخرى. غزة أصبحت الآن خارج ما تسمى قسيمة الحياة، أو بالتالي لا يوجد حياة في قطاع غزة وتحتاج إلى الكثير. هذا الأمر أيضا ستستغله إسرائيل في حال توقفت الآن عن أو تم إبرام صفقة ما بين حماس والجانب الإسرائيلي، ستستغل إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى في صالحها، وبالتالي سندخل في دوامة أخرى وحصار مشدد أكثر، وبالتالي هذا الأمر سيعيق الكثير من الأمور. ولكن الأمر هنا ربما يواجه أو تواجه الفصائل الكثير من الصعوبات، خاصة أن
هذه الحرب جاءت في ظل انقسام فلسطيني، هناك اختلاف في الرؤى، اختلاف في القرارات ما بين السلطة بين السلطة الفلسطينية، وخلافات معينة ما بين حركة حماس وناهج الرئيس محمود عباس، خاصة بأنه يتحدث بأن هذا النهج يجب أو المقاومة السلمية، في المقابل حماس تتحدث عن نهج عسكري. كل هذا الأمر ربما قد يساعد بشكل أو بآخر على من أو يشجع الضغط الإسرائيلي على الأطراف السياسية الفلسطينية، وبالتالي قد يجعل هناك بعض التنازلات من الأطراف الفلسطينية. أسامة حمدان القيادي في حركة حماس تحدث وواضح بأن من خلال حديثه وتصريحه بأن من سيدير المرحلة المقبلة يجب أن يكون عبر بوابة الانتخابات، وواضح أيضا بأن ما تم مناقشته مع بلينكين وأطراف أخرى وأطراف عربية، وهذا ما سيناقش في القمة العربية الطارئة التي ستعقد لاحقا، من سيدير قطاع غزة بهذا الشكل في ظل الوضع الحالي؟ لا تستطيع حماس بظل فرض الحصار وفي ظل الحصار المشدد المضاف خلال هذه الحرب، لن تستطيع أن يكون أو تدير إعادة إعمار قطاع غزة، خاصة بأن الآن أكثر من ربع سكان غزة ليس لهم مأوى، إضافة إلى ذلك سكان أو ضحايا الحروب السابقة، حروب التي مرت على قطاع غزة، الأربعة حروب السابقة أيضا ليس لهم مأوى، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى جهود دولية وعربية واحدة. نعم سيد، يجب أن يكون صفقة كاملة بين الأطراف تجاه هذا الأمر. ابقى معي، أعود إليك بعد قليل حول كل ما أشرت إليه. يعني سيد أمير، في شأن متصل بطبيعة الحال، كان هناك إعلان من قبل البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية عن تحليق مسيرة أمريكية فوق قطاع غزة بحثا عن المخطوفين. السؤال، هل هذا التصريح صادق وحقيقي أم أن هناك لربما احتمال أن تكون هذه المسيرة تساهم في العملية العسكرية في قطاع غزة إلى جانب إسرائيل؟ لا مشتتفين بالبولا الصليب لا يشاركون في العمليات العسكريه. كان هنا واحد من جنرالات المارينز منذ بدايه الحرب، هو وطاقمه تركوا بسرعه. الامريكان لا يريدون ان يبدو وكانهم يشاركون في غرفه عمليات مشتركه، ليسوا في هذه اللعبه. الرهائن هذه مشكله، هناك 241 مخطوف، ولكن من ضمنهم هناك 10 أو أكثر أمريكان، والأمريكان لا يريدون أن يدعوا إسرائيل تقرر وحدها متى يضربون وأين. تصوري إن كان هناك نفق وليس مؤكدا أن في داخلها مخطوفين أم لا، والأمريكان لا يريدون أن تقصف هناك إسرائيل، وإسرائيل لديها عدد محدود من الطائرات الاستطلاعية، إذا يجب أن ترسل إلى جنوب لبنان فقسم أقل موجود في منطقة غزة، لذلك يمكن للأمريكان أن يرسلوا مسيرات وأقمار صناعية وربما طائرات SR-71. هم أيضا يريدون أن يشاركوا في هذا الجهد البحث عن المخطوفين، ويقولون أن لديهم مستشارين من القوات الخاصة الذين يمكن أن يقدموا الاستشارة لتخليص الرهائن الأمريكان. هذا مهم لهم، وكذلك الأمريكان العالقين في غزة، لذلك أجبروا إسرائيل قبل أسبوع يوم السبت الماضي لإعادة التواصل الاتصالات، لأنه لإسرائيل كان مريحا بسبب لأسباب عملياتية أن لا تكون إنترنت في غزة، ولكن المواطنين في غزة قالوا للأمريكان لا نحصل علي منكم على أخبار كيف نصل إلى الحد، لذلك قالوا لإسرائيل أعيدوا الاتصالات. دعني أنتقل إلى مراسل أتنتفور نيوز عمر ربيع المتواجد جنوب إسرائيل. عمر، قبل ساعة تحدثنا وكان هناك إطلاق قذيفة وإصابة مباشرة في مدينة إزديروت، ما هو الوضع لديك؟ هل هناك هدوء في الساعة الأخيرة؟
نعم أسيل، إذن لا يوجد هناك صافرات إنذار لأنه لا يوجد هناك أي إطلاق قذائف من قطاع غزة صوب إسرائيل في الساعة الأخيرة، ولكن بدون شك أن القصف المدفعي الإسرائيلي لأهداف داخل قطاع غزة ما زال مستمر وما زال متواصلا حتى هذه اللحظات. نحن نتواجد في مدينة سدرات، وفي نهاية المدينة هناك يعني مطل على قطاع غزة على شمال القطاع يتمركز به الصحفيون. لا يوجد هناك أي إصابات بشرية وإنما أضرار مادية في الممتلكات. نريد أن نقول أن الجيش الإسرائيلي اليوم أسيل رفع أو أعلن مقتل 6 جنود بينهم في شمال قطاع غزة، يعني 5 منهم شمال قطاع غزة، وواحد منهم كان قائد دبابة، ليرتفع حصيلة القتلى من الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية إلى 26 عسكريا بينهم ضباط. بموازاة ذلك الجيش الإسرائيلي نشر فيديو لقائد سلاح الجو وهو يغير على أهداف داخل القطاع، إضافة إلى كل ما تحدثتم به بالأستوديو حول المصادر في البنتاغون وزارة الدفاع في واشنطن التي قالت أو سربت لصحيفة نيويورك تايمز أن هناك مسيرة استطلاع أمريكية لأول مرة تقوم يعني في طلعات جوية على قطاع غزة من أجل هدفين: الأول هو مساعدة إسرائيل بالبحث عن الرهائن، والآخر هو جمع معلومات أيضا للجانب الإسرائيلي. في نهاية المطاف نريد أن نتطرق أيضا لأمرين: الأول هو كل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين انقطعت بهم السبل داخل الأراضي الإسرائيلية عند اندلاع هذه الحرب ونشوب هذه الحرب، إذ أن إسرائيل نجحت اليوم بإعادتهم إلى قطاع غزة مرة أخرى. وأيضا هناك أيضا يعني ثناء من قبل إسرائيل ورضا حول سير تدمير أنفاق حماس داخل قطاع غزة من قبل فرقة الكوماندوز التابعة للهندسة سلاح الهندسة الإسرائيلي المتخصص بهذا النوع من تدمير الأنفاق وهي وحدة يهلوم. شكرا لك على كل هذه المعلومات عمر ربيع، حدثني من جنوب إسرائيل، والشكر موصول لشبكة مراسلينا وأيضا للسيد أمير أورن الخبير في الشؤون السياسية والأمنية وأيضا لسهيل ناصر المختص في الشؤون الفلسطينية، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.